أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مملكة البحرين مستمرة في نهجها الداعم لمسيرة مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في الحفاظ على تماسكه، مشيرا إلى أن بيان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم أمس حول أهمية التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود، يأتي دليلا على ما توليه البحرين من حرص على ضمان حقوقهم السيادية وحقوق أبنائها المواطنين وتعزيزا للتعاون الخليجي بما يحقق المصالح المشتركة. وثمن سعادة وزير الخارجية التوجيهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، منوها بأهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها منذ القدم بقيام دولة قطر السماح للبحارة البحرينيين الصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية الإماراتية، وبالمقابل السماح من مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية السعودية.